اخي وائل، انت مع اخي وائل، انت ما جالكش وقت تحزن او تبكي، انت المصائب تاتيك كل يوم، كل يوم تفقد عزيز عليك، يعني هذا شيء كثير. الامر وصل انه بلينكن نفسه متعاطف معاك، يعني هذا الرجل الذي بلا قلب اليوم ادلى بتصريح انه هو متعاطف مع وائل الدحدوح، يعني وصل للمرحله دي. صدقني استاذ عمرو، لو حزنت لاستسلمت، لو فكرت لاستسلمت، لو تعاطفت للحظة واحدة مع أي ذكرى تجمعني بأي أحد من أفراد أسرتي لكانت النتيجة غير تلك التي رآها العالم كله من وائل الدحدوح. هذا أمر أفرغ منه، لأنه في نهاية المطاف صحيح الناس ترانا أمام الكاميرا، يعني ربما نتعالى على كل هذه الجراح والأوجاع والأحزان، وربما نعض على كل هذه الجراح النازفة، ولكن في نهاية المطاف داخلنا يوجد فيه براكين من الإنسانية والعاطفة الجياشة والحزن، وكل هذه الأوضاع كل هذه يعني موجودة بداخلنا تتفاعل كأنها براكين، ولكن مطلوب منا أن نحتوي هذه البراكين وهذه التفاعلات ونتعامل معها ونتعالى عليها، وفي نفس الوقت نستمر على رأس عملنا كأن شيئا لم يكن. هذا كثير، هو أحيانا بالمنطق وبالتفكير العقلاني والمنطقي يعتبر هذا ضرب من أكبر ضروب الجنون، هذا شيء، هذا هو المنطق، أن الذي نفعله ربما طبعاً ضربا من ضروب الجنون، ولكن في نهاية المطاف ما هو البديل؟ البديل صدقني لو تفاعلت مع أي صورة، أنا يعني لا أبالغ إن قلت بأنني أتحاشى جدا أن أنظر إلى صورة أبنائي، إلى زوجتي، سواء كان صورة فوتوغرافية أو فيديو أو ما شابه، لأن ذلك بالتأكيد كل صورة تؤرخ لقصة، لذكرى، سواء كانت حزينة أم سعيدة أو ما شابه ذلك، ولذلك صدقني أنني أتحاشى أن أنظر إلى هذه الصور، حتى التعليقات على مواقع التواصل والسوشيال ميديا، يعني لا أنخرط فيها كثيرا إلا لماما إن أردت أن أعلق على شيء أو ما شابه ذلك، حتى لا أستغرق كثيرا في هذه الذكريات، وبالتالي تؤثر على أدائي وتؤثر على هذه المسيرة. في نهاية المطاف أنا يعني وطنت نفسي على هذا الموضوع، واتخذت قرارا مسبقا بأنه مهما كانت التبعات والأثمان سوف أستمر ما دمت على قيد الحياة وما دمت قادرا على الاستمرار، هذا قولا واحدا لا رجعة عنه مهما كانت الظروف ومهما كانت الأوجاع، وهذا الذي ما زلت أستطيع أن أقوم به، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدنا بكثير من أسباب القوة والصبر والثبات، وأن أكون قادرا على المواصلة، وأكون عند حسن ظن الجميع، خصوصا وأن كل ما يقال عنا الآن هو يحملني مزيد من المسؤولية، مسؤولية كبيرة جدا 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 غير تلك التي كانت تسكنني. الآن أخي وائل، أصبح الأمر أخي أصعب وائل كثير. هل ممكن أقول لك شيء كأخ؟ يعني وائل الدحدوح، أنت كفيت وغفيت، أنت غطيت، أنت عملت العمل الصحفي، أنت أعظم مراسل يعني في الخمس ست سنين اللي فاتوا، أنت فقدت عائلتك، أنت لا تحتاج أن تستمر في هذا العذاب المستمر. ألم تفكر لحظة النهاردة وانت حاضن ابنك وبنتك وهي بتعيط أن تخرج يا أخي؟ يعني أنت لا أحد يحتاج منك شيء، يعني لو خرجت بالباقي من عائلتك الآن لن يقول لك أحد أنك هربان أو أنك سبت القضية، يعني لا أحد يستطيع أن يزايد لا عمليا ولا إنسانيا ولا فلسطينيا. بقول لحضرتك بلينكن نفسه متعاطف معاك، يعني واصلة للمرحلة دي، ما فكرتش تخرج؟ يعني أقصد أنت دفعت الثمن غالي غالي، يعني أقصد محدش لن يلومك أحد ولن يطلب منك أحد الاستمرار. يعني أنا نشدت قناة الجزيرة كذا مرة
اخرجوا هذا الرجل، كفاية العذاب اللي هو فيه كثير، يعني انت بتتحمل امر فوق البشر. صدقني استاذ عمر انه الامر لا يتعلق باي احد، يعني هذا كلامك كلام صحيح وكريم، ولا احد يمكن ان يذهب الى هذا المربع والى هذه الزاويه ابدا. وانا في نهايه المطاف يعني لا اتعامل مع هذا الموضوع بعدميه او سلبيه او ما شابه ذلك، بالعكس يعني هو في نهايه المطاف يعني في واحده من المرات تم استهدافي واستشهد الزميل سامر وانا اصبت واحتاج الى العلاج، والعلاج غير موجود في قطاع غزه، العلاج يجب ان يكون خارج قطاع غزه. ومع ذلك يعني يا راجل ده انت العمليه بتاعت ايدك ديت غير متوفره في غزه، يعني العمليه اللي في ايدك دي غير متوفره في غزه، انت محتاج تنقذ ايدك. يعني لا ادري ماذا اقول، ولكن في نهايه المطاف كما قلت الامر يتعلق باشياء كثيره، ربما يعني يجد الانسان صعبا عليه ان يتخذ مثل هذا القرار كانه يتجرع السم، ولكن في لحظه من اللحظات ان تطلب الامر ذلك هذا يكون امر غير مستبعد. ويعني نحن كما قلت لا نفكر بعدمية إلى هذه الدرجة، لكن في نهاية المطاف أردت أن أقول بأن ما أقوم به يعني ربما أصبح شيئا صعبا جدا أن تتخذ قرار غير هذا القرار، والمواصلة هي ربما الآن هذه رسالة إنسانية صحيح، ولكن هذه الرسالة كما يبدو سقيناها بالدم وبالدموع وبالعرق، وهذا أمر صعب التراجع عنه أو تغييره. ومع ذلك كما قلت في لحظة من اللحظات إن تطلب الأمر منا غير ذلك بالتأكيد نحن جاهزون للتعاطي مع هذا الأمر. الله المستعان، يعني ربنا سبحانه وتعالى يقدر اللي فيه الخير ويكتب لنا الخير أينما كان ويردنا بها به إن شاء الله، وإن شاء الله نراكم على خير يا سيد. إحنا في انتظارك في مصر في أي لحظة، في أي لحظة تقديم العون النفسي والطبي، أنت أخونا وأنت رمز لينا، وإحنا يعني بنحبك وواقفين جنبك وكل المشاعر اللي عندنا ده إن إحنا حاسين بمدى فداحة ما يحدث كثير. يعني أنا بقى عندي قناعة أنه بيتم استهدافك أنت وأسرتك بشكل عمدي، يعني ليست عمليات قصف عشوائية، أنا ابتديت أحس أنه بيتم، خصوصا لما تم استهدافك أنت وزميلك المصور الله يرحمه نفس الشيء، فأنا حسيت أنه بيتم استهدافكم كعائلة بشكل عمدي. والله كل ما جرى حتى الآن مع الأسف يؤكد ذلك، ويؤكد أنه جيش الاحتلال الإسرائيلي يريد ذلك، بدأ بالأسرة ثم المنزل تدميره ثم المكتب ومكتبي على وجه الخصوص ثم استهدافي واستشهاد الزميل سامر ونجاتي بأعجوبة ثم استهداف ابني اليوم، كل هذا ربما يؤكد هذا الأمر. ولكن في نهاية المطاف كما نقول دائما وقلنا كررنا كثيرا بأنه نحن كصحفيين يعني لسنا جزءا من هذه المعركة، يعني يجب أن يفهم الاحتلال الإسرائيلي أننا نقوم بواجبنا المهني على أكمل وجه، والجميع رأى رغم كل هذه الاستهدافات التي ربما شاهدها العالم بحقي وبحق أسرتي، عندما أعود أمام الكاميرا لا تتغير لا نبرتي ولا مضامين الرسائل، ولا أستخدم هذا المنبر للانتقام أو للعواطف أو إلى آخره، على العكس من ذلك أكون مصمم أن أكون أكثر مهنية وموضوعية وشفافية، وهذا أمر يجب أن يفهمه جيش الاحتلال الإسرائيلي. نحن كصحفيين نقوم برسالة، نحمل رسالة إنسانية كفلتها كل القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية،
ونقوم بواجبنا المهني على أكمل وجه، ولسنا جيشاً ولا عسكراً، ولسنا أيضاً جزءاً أصيلاً من هذه المعركة. نحن نقوم بواجبنا واتجاه ما يجري. ربما إمكاناتنا لا تؤهلنا إلى تغطية كل ما يجري، لكننا ننقل على الأقل بما نستطيع جزء مما يجري على الأرض، وهذا واجبنا، واجبنا الإنساني والمهني والأخلاقي والوطني وكل هذه الجوانب. ولكن في نهاية المطاف يبدو أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وإسرائيل لا يعجبها أن تقوم بواجبك على أكمل وجه بالشكل المهني، ولذلك تقوم بمثل هذه الاستهدافات التي أودت بحياة وتسببت باستشهاد نحو 110 من الزملاء الصحفيين، فضلاً بطبيعة الحال عن استهداف الأسر. أنا يعني أستميحك عذراً زميلنا عمر، لأنه لدينا لايف على الهواء مباشرة الآن،